النعم نوعان، نعم دفع ونعم نفع. لانت النعمين زران حصاثنت الولافنت، لانت النعم إذا عذر بفلا المصيفات نكون زرر أصلا، جاية مصيبة طيح على واحد ربي بعدها عليه، ما على بالوش هذاك الإنسان يحمد ربي حتى على هذيك النعم اللي ما على بالوش بها. إذا قد يحمد ربي غفر النعم وري زريارة. لذلك من الصالحين من يقول الحمد لله على كل نعمة أعلمها أو أجهلها وتعلمها. ربي يزر كلش لا تخفى عليه خافية.